الجزء اللي متبقي لنا النهارده في رساله روميا، احنا ما زلنا بنتكلم على قضايا او اسئله كانت مطروحه في الرساله. اتكلمنا المره اللي فاتت، وصلنا لغايه السؤال اللي بيقول هل النعمه هي تصريح باستباحه، وقلنا لا مش كده. بولس بيشرح ليه مش ما هياش تصريح باستباحه، لاني مت ولاني قمت مع المسيح ولان في حياه جديده وصلت لي من المسيح. في قضيه تانية بيشرح فيها بولس فكرتين يمكن صعبين شويه، هي الموت للخطيه والموت للناموس. بيفرد لهم جزء كبير في الاصحاحات بين 5 لغايه 7، ويجد الحل في اول 8. الجزئيه دي يعني بولس يعني كتبها بشكل عجيب الحقيقه، وده الحقيقه اللي بيأكد ان احنا مش قدام كلمه كتبها بشر، انما اعلان الروح القدس اللي قاد الكتاب يكتبه. زي ما نحن بنؤمن انه لم تاتي نبوه قط بشر انسان، انما كتبها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. استخدم امكانياتهم، استخدم افكارهم، استخدم مخزنهم اللغوي، لكن تحت اشرافه، فخرج المنتج النهائي فعليا هو عباره عن فكره زي فكره التجسد، كلمة الله الحية، لكن لم يلغي شخصية الكتاب زي ما احنا بنقول. اللي بيبتدي بولس هنا يشرحه هيقول انه الانسان مات لحاجتين، مات للخطية ومات للناموس. ان هما دول العنصرين اللي كانوا يعني حاكمين قبضتهم على البشر وعلى الانسان، طبعا بسبب السقوط. دخلت الخطية ودخل معاها الموت شفناها، ولما جه الناموس كلمة الله اللي بتدين هذا العمل او بتدون هذا الفعل ودخلت له بعد القانوني بتاعه، بقت الخطيه كمان لاقيه سلطتها بشكل اقوى وشوكتها بشكل اقوى من خلال العقوبه القانونيه اللي بيقدمها الناموس. فبقى الانسان محطوط بين حجري الراحه دول ومخنوق ما بينهم، والاثنين ماسكين. فبولس بيقول في المسيح حصل حاجتين حرروا الإنسان الغلبان ده من القبضتين الشديدتين دول، قبضة الخطية وقبضة الناموس. فهيشرح يقول إن أنا مت للخطية وإن أنا مت للناموس. ده الحكاية اللي بيقدمها من 5 و6 و7، الإصحاحات 5 و6 و7، واللي بنشوف فيها في 7 بالأخص الصرخة المتألمة بتاعت الشخص اللي بيقول أنا عايز أعمل الخير بس الاقي الشر هو اللي حاضر ويجذبني ناحيه الشر. عارف انه ناموس الله مقدس لكن وعايز اعمله، لكن الاقي كانه في قوه تانية جوايا بتشدني الى فعل الخطا وبالتالي الى الموت. فهيشرح الفكره هنا، فكره الموت للخطيه ثم الموت للناموس. ايه الموت للخطيه؟ بيقول انه بعد ما المسيح دخل حيز البشريه واتحد بانسانيتنا وتقدم هو بنفسه إلى الموت، موت الجسدي، مات مرة وقام، فخرج من دائرة هذا الموت، يعني دخل الموت وانتصر وقام. فالنهاردة لا يمكن يموت تاني، والموت ملوش أي سلطان تاني عليه، خلاص نفذ الحكم وخرج. فما يحصلش أبدا أنه يجي الموت يقول أنا ليه عندك موتة أو تعالى موتك تاني، لا خلاص خلصت، فانتصر على الموت ده بقيامته. والموت ما بقالوش اي سلطان على شخص المسيح، ده الموت الجسدي. فمات للخطيه مره واحده لاجل الجميع، زي ما بيقول في رساله العبرانيين، مات للخطيه مره واحده لاجل الجميع. والحياه اللي بيحياها الان المسيح يحياها لله. اذا لما مات المسيح وقام خرج من دائرة الموت، وأصبح الموت ليس له سلطان عليه مرة أخرى، ولا يموت مرة أخرى، إنما الآن هو يحيا حياة، هذه الحياة يحياها لله. فإذا القيامة جابت لي نوع حياة جديد خالص، من حيث النوع لأنه حياة الله، ومن حيث الزمن لأنه لا ينتهي وليس للموت سلطان إنه يقتل هذه الحياة مرة أخرى. فهو بيشوف الأول المسيح عمل إيه، وبعدين هيدخل اللي عمله المسيح ده ليه. فيقول لي
كل اللي عمله المسيح ده عمله هو متحد بإنسانيتك، عشان كده بيتحدنا بالمسيح. كل اللي المسيح أخده ونفذه وحصل عليه من خلال إنه مات وقام بيتحسب لي أنا. فكأني وأنا متحد مع المسيح اتحسب لي إني مت مع المسيح للخطية، فنفذت العقوبة اللي كانت موجودة بتدين الخطية وخلاص. ولما المسيح قام أنا كمان قمت معاه في حياة جديدة، هذه الحياة تحيا لله وتستمر مع الله. فاللي عمله المسيح عمله لي وحسبه لي، وبيقول بولس إن أنا كنت موجود فيه، كنت معاه. بالتالي بعد ما عمل كده بيقول له ما تخافش، عشان كده الخطية ليس لها سلطان عليك، الخطية لن تسودكم. خلصت ليه؟ لأنه في واحد دخل إلى هذه المعصرة داس الموت وخرج، فنفذ لك العقوبة وانتصر لك على العدو وعلى أجرة الخطية، وخرج منها في حالة جديدة جدا، عظيمة جدا، مجيدة جدا، حياة ما بتنتهيش، وحياة هي نفسها متجهة ناحية الله. فكل اللي عمله المسيح ده اتحط لحسابك انت، فما بقاش في سلطان للخطية عليك انت كمؤمن. لما بتتحد بالمسيح ما فيش سلطان للخطية عليك، زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، قلت انه الطبيعة القديمة بتاعتي انا القديم، انسان العطيق اللي هو حالتي وشخصيتي قبل الايمان، اتصلبت مع المسيح. لكن كمان الخطية اللي كانت لها سلطان عليا بيقولي انت مت ليها، فالموت فصلك عنها، يبقى من جوه انساني العتيق صلب او مات، الشخصية القديمة اللي كانت بتتجاوب مع الخطية ماتت، واصبح في انسان جديد بسبب الحياة الجديدة. كمان الخطية اللي كانت مسكاني هو موتني ليها، او اكتست الموت معها، فالموت فصلني عنها. يبقى كده أنا كإنسان مؤمن ما بقاش عندي الشخصية القديمة، رغم أنه لسه في الخطية السكنة في أعضائي، لأن أنا لسه في الجسد. الخطية اللي من بره اللي بتسيطر عليا وكانت بتستعبدني خلاص ما بقتش بتستعبدني، هي موجودة لكن ما بقاش لها الأنياب اللي بتقدر تمسكني بيها، ما عندهاش سلطان عليا. لأنه الموت، فكرة الموت هو فكرة انفصال، حاجة بتفصل اتنين عن بعض. فأنا اتفصلت عن سلطان الخطية وعن سلطة الخطية وعن سيادة الخطية وتحررت منها تماما. لكن لسه في خطية ساكنة فيها. فاكرين المرة فاتت لما قلنا كأني عندي مبنى كبير وفاضل فيه ساكن بايخ كده، كل ما احنا بندي فرصة للروح القدس وكلمة الله انها تشتغل فيا والإنسان الجديد اللي جواه ينمو، كل ما ده بيحد الساكن المزعج ده ويحجمه ويخليه في مكان لوحده. والعكس صحيح، لو انا جيت للمسيح بس انا مدي العنان بقى لهذا العتيق وهذا الساكن القديم والخطيه الساكنه فيا، يبقى ده بياخد حيز كبير ويخليني انا كمؤمن اشوف نفسي مش بنمو، اشوف الاقي نفسي اني لا، انا مش زي اخواتي اللي عايشين في حاله القداسه، انا مش زي ما الكتاب بيقول. ليه؟ لأنه أنا مدي فرصة لهذا الساكن المزعج أنه يحتل أماكن كثيرة في المبنى بتاعي، في فكري، في ذهني، في تعاملاتي، في جسدي، فواخد حاجز كبير. ده اللي بيشرحه بولس لما بيقول أنه الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح. كل ما خلينا الروحي يكبر، كل ما خلينا الإنسان الجديد المخلوق بصورة على صورة المسيح ياخد حجمه ويتغذى ويكبر، كل ما الإنسان ده، كل ما الساكن المزعج ده، الخطية الساكنة فيها دي اتحدد، كل ما الجسد اللي بيحاول إنه يلعب يتحدد في مكان. عشان كده بنقول إنها مش حالة فناء الخطية أو إنه ما بقاش فيها خطية خالص، ده اللي بيقوله يوحنا لما بيقول إن كنا إننا بلا خطية نكذب ونجعله كاذبا، ما ينفعش أقول كده. لكن إن أخطأ أحد، عشان كده دي حاجة عارضة مش ده الطبيعي بتاعك، إن أخطأ لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. أيوة، تفضل تفضل، شخصية دي افتح مايك.
سؤال صغير أخي باسم، اتفضل اتفضل شيخ. كنا بنقول إن القيامة هي حياة أبدية من حيث النوعية والزمن. نعم. Could you just elaborate على الحتة دي؟ حاضر. بنقصد حياة من جديدة من حيث النوعية والزمن، إنه أولا هي حياة من الله، حياة المسيح جات لي، فنوعية جديدة عن نوعية الحياة البشرية اللي أنا كنت فيها، اللي هي بتعرف الفساد وبتعرف الخطية وعايشة في ده. لكن الحياة الجديدة اللي جات لي حياة متجهة ناحية النور، أنا طبيعتي ظلمة أما هو طبيعته نور. فالحياة الجديدة اللي جات لي من الله نوعية جديدة، وأيضا من حيث الزمن أي أنها حياة أبدية. لما بيشرح الكتاب وبيقدم فكرة الحياة الأبدية، مش بس إن هي مستمرة لكن كمان نوعية جديدة. فحاجة ما كانتش موجودة عندي، يعني قبل المسيح أنا كنت أميل ناحية الشر، قبل المسيح أنا أجري ناحية الشر، أقول للمسيح ابعد عني بمعرفة طرقك لا مسار. وحتى لما كنت أروح الكنيسة أو أسمع كلمة أو روح القدس يبكتني، كان بيبقى الوقت بس أنا بعافر، مش عارف أعمل إيه. ممكن أبقى عامل زي بتاع رومية 7 اللي بقول كلام الكنيسة حلو، كلام الناس المسيحيين دول حلو، أو اللي بيقولوه في الكنائس حلو، بس أنا مش عارف أعيشه. ففي صراع لأني عايز أعيشه بالطبيعة القديمة بتاعتي الميتة والفاسدة واللي وقع تحت سلطان الخطية وسلطان الموت. ما كنتش فاهم يعني إيه أقبل المسيح المخلص، وكنت فاكر إن ده كلام مش بتاع طائفتي مثلا. فلما فهمت ودخلت في العلاقة دي، الحقيقة كأني كنت ميت وصحيت، فوصل لي حياة، وصل لي نبض جديد، وصل لي حاجة جوايا جديدة خلتني أحب النور ده وأحب السكة دي اللي كنت من زمان مش بحبها، وكنت أفضل إنه أعيش في يعني انطلاقي حر ان اعمل انا عايزه بقى، وقت ما انا عايز واروح في اي حته مفيش حاجه بتقول لي لا. وكنت فاكر ان دي الحريه، لكن لما جت الحياه الجديده ودخلت جوايا، لقيت انه لا، ده انا كنت عبد وكنت مستعبد للخطيه وتحت الناموس ومدان وميت، لكن هنا دخلت حياه جديده ادتني نفس جديد وادتني طبيعه جديده بتحب النور وتحب انها تسلك مع الله وتستمتع بالتواجد مع الله ومع كل من هم يحبون الله، فبقى ليها ميولها الجديدة. فكأنه وصلت لي شيء تماما مختلف عن اللي كنت فيه قبل كده، هي من حيث النوع وأيضا من حيث الزمن، إن هي بداية إلى حياة لا تنتهي، حياة أبدية. عشان كده زي ما كلنا عارفين المؤمن الحقيقي عايش أبديته من هنا، فحتى لما بيختلف بيتغرب عن الجسد نستوطن عند الله. خلصت، انا عارف انا بديت فين ورايح فين، فمش قلقان النهايه فين، لانها النهايه مستمره عنده هو، بديتها من هنا ومستمره عنده. يعني جاوب على السؤال. جميل جدا، شكرا. ميرسي. ميرسي. شكرا. فبيقول في روميا 6، لو قرينا الجزء من عدد 11 ل 14، كذلك أنتم أيضا احسبوا. بولس بيستخدم الكلمة دي بمعنى أنه فكر فيها واحسبها وحطها في حساباتك. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح. يبقى لما حصل أن أنا اتحدت بالمسيح، هو موتني عن الخطية ولكن أحياني لله من خلال المسيح يسوع ربنا. لذلك إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها فيها شهواته. خلاص مش هيحصل ان الخطيه تملك عليكم في الجسد الضعيف بتاعك المائد ده المادي اللي بيطيع الخطيه من خلال الشهوات اللي ممكن تبقى جوانا. فدي اول نقطه، انا شلي القوه اللي كانت بتستعبدني، دي اول حاجه. في جزء تاني عليا انا كمؤمن، لا تقدموا اعضاءكم الات اثم الخطيه بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. يبقى فيه هو حررني من الحاجة اللي مش قادر عليها، لكن بيطلب مني أني أسلك النهاردة بأن أعضائي أقدمها آلات بر لله وأقدم نفسي لله كأني واحد أي من الأموات، زي ما المسيح
قام الأموات والحياة التي يحياها الله يحياها الآن يحياها لله. فإن الخطية لم تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يبقى هنا في جزئية في حاجتين، احسب نفسك إنك مت عن الخطية وإنك حي لله بالمسيح. فالخطية مش هيبقى لها تأثير لأنك أنت مت لها، ملهاش سلطان عليك، وبالتالي تستطيع النهاردة أنه تقدم نفسك لله إنسان جديد قائم من الأموات، وتقدم آلاتك آلات بر لله. لأن الخطية مش هتسودك لأنك دخلت تحت قانون جديد هو قانون النعمة مش قانون الناموس. هو هيلتقط هنا فكرة هيشرحها بعد دقيقة، هيتكلم على فكرة أنه اتنقلت من تحت غطاء الناموس ودخلت تحت غطاء جديد، لأنه تحت غطاء الناموس ده كانت الخطية واخدة كمان قوة أكتر. الخطية عرفت قوتها لما الناموس جه، وأصبحت كلمة الله المقدسة لك إن فوق تحييني، الكلمة بقت عملت إيه؟ بقت بالدنيا أكتر، ودت للخطية اللي كنت بعملها كده وأنا مرتاح البال، ودتها البعد القانوني بتاعها، فبقت جر وبقت بتحمل كمان معاها عقوبة الخطية. فأنا بقيت واقع تحت الاتنين. في الأول هو بيقول لي أنت مت عن الخطية فاتشالت سلطان الخطية عليك، وكمان نقلناك من تحت غطاء الناموس برضو بموت المسيح عشان تخش تحت غطاء جديد اسمه غطاء النعمة. فكده أنا شلت لك كفاية الراحة أو حجري الراحة اللي كانوا طحنينك، الخطية والناموس، موتك للخطية وديتك حياة جديدة، وشلتك من تحت الناموس برضو بالموت وحطيتك تحت غطاء جديد هو النعمة. فالنهاردة تقدر تتنفس وتقدر تعيش وتقدر تبقى إنسان رائع جدا، لأنه في عمل إلهي أنقذك منه. وده اللي بنشرحه ونقوله دائما، أنه الكلام ده لا يمكن يتم بأي وسيلة أخرى غير صليب المسيح. ما يعني يوسلس أن أنا أفكر في أي سكة تانية تخرجني من الناموس، من تحت الناموس ومنعه من سلطان الخطية. ده ما لا قوة بشرية ولا ملائكية ولا يمكن غير التدخل الإلهي اللي حصل في الصليب. ففي أربع نقط أو أربع كلمات مهمين قوي في الأفكار بتاعة بولس. واحد، إني أعرف مع المعرفة إن أنا متحد مع المسيح وبقت لي الايدنتيفيكيشن. كلمة التماهي هنا الكلمة الثقيلة شوية، معناها إنه بقى عندي الايدنتيتي بتاعة المسيح، تشبهت واتحدت وبقالي الايدنتيتي بتاعة المسيح في موته وقيامته. كلما المؤمن فهم كده، كلما المؤمن وضحت له الفكرة دي إنه مات وقام بموت وقيامة المسيح، لأن موت وقيامة المسيح مش حادثة بعيدة عني، يعني مش حادثة بس تاريخية حصلت على مستوى بعد التاريخي، إنما حادثة لها تأثيرها جوايا أنا كمؤمن. فأنا متحد معه، مت معه وقمت معه. عشان كده مهم قوي إنه الناس تفهم هذه الحقيقة، إنها متحدة بموت المسيح وبقيامته، مش مجرد بيتفرج على الفيلم من بعيد أو بيعرف معرفة عن الحدث اللي حصل، حتى لو كان عارف إن الحدث ده إنه دفع الدينونة. لكن أنت فين من الصليب؟ أنت فين من كل المشوار اللي عمله المسيح؟ إذا مش بتتفرج على قصة حياة وألام السيد المسيح، الفيلم الحلو أو القصة الرائعة، أو تقرأ الإنجيل الرائع، إنما الحقيقة أن المسيح كان واخدني معاه، كان واخدني أنا كنت فيه، كنت. عشان كده بولس لما بيقول مع المسيح صلبت، This is a fact، دي حقيقة ما لابد أنها تبقى يعني واخدة كل إدراكي وكل تفكيري وكل إيماني، أني حقيقي أنا كنت معه، مت وقمت معه وما زلت معه، ما زلت فيه. دي نقطة تغير توجه المؤمنين. النقطة الثانية هي الاحتساب، يعني يضع في ذهنه هذه الحسابات ويتحرك على أساس هذه الحسابات. فإنه كل يوم بقول أنا عندي إيه أمتلكه، إيه اللي موجود في حسابي، إيه اللي ليا فيه،
فأنا حقيقي أحسب نفسي أني مت وأني قمت، أحسب نفسي أني مت للخطية ومت للناموس، النهاردة أنا حي في المسيح. التلاتة هي أني أضع أعضائي آلية بر في يد الله. فالتسليم هنا فكرته أنه أنا بحط نفسي قدامه، بحط نفسي لي كشخص قام من الموت وملك الله. النقطة بتاعت التسليم دي هي اللي فيها المعافرة معانا، احنا مش عايزين نسلم، او المؤمن الجديد لسه بيعافر، وخاصة لما بتقول له عبد لله، يعني لا مش عايز اسمع الكلمة دي، انا عندي حريتي. ما هو انت مش فاهم حريتك القديمة دي كانت مديانة فين. النهاردة انت حر بشكل جديد لكن ملك للاشتراك. فالمؤمن اللي مش عارف يفهم انه انا ملك للمسيح، انا ملك لله، انا لازم اقدم اعضائي لله آلاء بر، بتخلق جواه شرخ كبير انه عايش ازدواجية متعبة وسيئة جدا، انه مش حقيقي. يعرف يتكلم لكن ما عرفش ينفذ، له صوت لكن لما تيجي تشوف حياته تلاقي حياته كلها في فساد. ليه؟ انا مش فكرة اني بدين، لكن فكرة انه احنا بنشخص المرض. ليه المرض موجود؟ ليه السلوك ده موجود؟ ليه مفيش قداسة؟ لاني مش قادر او مش عايز الحتة دي، مش عايز احط أعضائي آلات بر في يد الله، مش عايز أقدم جسدي ذبيحة حية مرضية عبادتي العقلية أمام الله عشان أبقى واعي وأنا بعبد. واعي بمعنى أنا بعبد، مش واعي وأنا بس برنم أو أنا بصلي، لكن أنا واعي في حياتي إن أنا دائما أنا ذبيحة أمام الله. فعشان كده عندي عبادة عقلية أو واعية مدركة إنه الموضوع مش إن أنا جاي كنيسة من حد أقول لي كلمتين أو أصرخ لي صرختين أو أرنم لي ترنيمتين وأمشي. لا لا لا، الموضوع هي حياة أحياها لله، زي ما المسيح قام من الأموات والحياة التي أحياها الآن يحياها لله. أنا كمان معاه قوة الله اللي داخلة جوايا وشغالة فيا، بس ما ينفعش تشتغل في واحد مش راضي يتحرك. كأنه بيقول يعرفين أدي مثلا، يعني في بعض الأماكن البلاد أو الجمعيات الخيرية الموجودة في بلدان فقيرة، وبيكون في سبورت جايلها من الخارج. السبورت ده بيقول له ليك دور تعمله، مثلا بيقول له كل دولار هتجيبه أو كل جنيه هتجيبه أنا هحط لك قده 10، عشان كده في دور عليك. يمكن النسبية دور قليل قوي، الواحد قصاد العشرة ده أو قصاد whatever الرقم، بس هو بيربط الناس دي بأنه لازم تشتغل، لازم تأدي اللي عليك. فقوة الله كبيرة قوي، لكن قوة الله العظيمة وكل اللي عمله ده الحقيقة إحنا اللي بنخنقه. يعني كأنك عندك خرطوم كبير واحد داغط عليه فمطلع منه بس سرسوب مية، لكن هو أصلا في نهر متدفق، لكن أنا مش مديله الحيز بتاعه. وده الصراع الموجود النهاردة في كتير من المؤمنين، انه لهم صورة التقوى لكن ما فيش حاجة بقى حقيقية ملموسة في حياته. رابع نقطة هي الطاعة. فالتقديس عشان يحصل في حياتي واستمرارية هذا العمل ونجاحه ونموه يتوقف على طاعتي، وكأن الله يقول كل إمكانياتي تحت أمرك، لكن هتسمع كلام، هتمشي معايا، كل ده موجود. مش هتمشي انت حر، هتعطل المسيرة. ولابد نفهم ان الموضوع لا يتعلق بانه يا رب اكلنا وشربنا ونجحنا، لا، الموضوع يتعلق بشيء اهم من كده، هي خطة الله ليك في حياتي، حياتك، او ماذا يريد الله من حياتي، انه
بيغيرني وشكلني علشان شيء مهم قوي، عشان حاجة مجيدة جدا ملهاش علاقة خالص بالتفاهات اللي احنا اوقات كتيرة بنحط نفسنا فيها انه عايزين. لا، هو عايز ايه؟ هو الرب عايز ايه في حياتي؟ عشان كده الطاعة مهمة قوي، التقديس اللي بيحصل للمؤمن من خلال الطاعة. هو بررني، هو خلصني، لكن الحياة المستمرة بقى هي دي القضية، هي دي النقطة اللي محتاجين نركز عليها. ازاي انمو في الحديث؟ ازاي الحديث تستمر، ما تقفش، ما تعطلش؟ انه هو شال كل المؤثرات اللي بتأثر عليا واداني قوة من الداخل، لكن بقى اي حاجة واحدة بس هي طاعتي، هي ان انا بسلم نفسي، انا بضع حياتي ذبيحة حية، بضع اعضائي آلات بر في يد الله. لما بيقول ان انا مت للخطيه، الخطيه لم تصدقكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت الدم، هو موتني عن الخطيه، فصلني عن الخطيه، فالخطيه مش هتتسيد عليا. وزي ما قلت في واحد تاني كان لسه باقي اللي هو الناموس هيحررني منه. فلانه بيقول ليه هو بيلعب على الاثنين دول او اشتغل على الاثنين دول؟ لانه الناموس بيقول بولس كده دخل لكي تكسر الخطيه، وان شوكه الموت هي الخطيه وقوه الخطيه هي الناموس. طب انت يا بولس بتقول ان الناموس مقدس، ايه اللي علاقه الناموس بالخطيه بقى؟ فبيقول لي لما جه الناموس الحاجات اللي كنت بعملها وانا مش عارف انها خطيه وماشيه كده سبع لالا، الناموس جه جرمها، فبقى حاجات كتيره غير اللي انا عارفه بقت كمان هي التانيه خطيه، دخل لك تكسر الخطيه. مش بس الحاجات، لكن كمان مع ضغطة الناموس والقوانين بقى كل ممنوع مرغوب، فبقينا في هذا الصراع. والخطية من جهة أخرى لما جالها السند القانوني، وهي أصلا مش منتظرة السند ده هي ما أصلا جايبة معاها موت، لها شوكة هي الموت، فبقت كمان لها قوتها بسبب الناموس، وبقى شوكتها قوية، وبقى الموت بتاعها أقوى، وبقت حالة صعبة خالص. طب هنعمل ايه يا بولس؟ قال ما انا بقول اهو، عملنا الحل اهو، الحل حل اله. لان لو انسان فضل تحت الناموس وهو شلنا بس منه الخطيه، طب ما هو برضه لسه واقع تحت السيد القاسي ده اللي بيقول له ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط، ده جرم ده جرم ده جرم ده جرم. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لان الناموس دخل عشان الخطيه تكسر، والخطيه لقت قوتها في الناموس، فما ينفعش تشيل واحد وتسيب التاني، فهيموت الانسان للاثنين من خلال صليب المسيح، فصلني عن الخطيه وهيموتني عن الناموس ويخرجني من الدايره المزعجه دي. عشان كده كان لابد ان المؤمن يتنقل من انه يكون بدل ما كان تحت الناموس يصبح تحت النعمه، فما يبقاش في سلطان الناموس عليه، وبالتالي الخطية تفقد سلطتها وتفقد قوتها اللي كانت فرضها علي. هو بيخرجني من وسط الاثنين اللي بيضربوني دول، فموتني عن الخطية. هنشوف هيعمل ايه في الناموس. هيروح في رومية 7 اللي بيشرح فيه، بيقول فيه انه انا عارف ان الناموس مقدس والوصية مقدسة، لكن الوصية دي لما دخلت والخطية موجودة لقيت نفسي ان انا بموت اكتر، واللي كنت بعمله بقت اعمله اكتر، وبقت سلطانها اقوى، وبقيت انا ضايع، نفسي اعمل الله عايزه لكن بعمل الخطيه عايزاه. ويح انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ فبيشرح في رومية 7 بيقول ايه الاجراء اللي الله عمله علشان يفصلني عن الناموس. انه حط مثال انه زي ما المراه اللي تحت رجل هي مرتبطه بناموس الرجل، او مرتبطه بسبب الناموس بالرجل الحي. طيب عشان ما تبقاش لو راحت لواحد تاني ما تبقاش امرأة زانية، يحصل ايه؟ قال لابد انه ايه؟ يحصل موت يفصل الاتنين عن بعض. فبيقول لو مات الرجل خلاص المرأة اتحررت من ناموس الرجل، من القانون اللي كان مفروض عليها انها ما تروحش لحد تاني لانه فيها انها متزوجة. فبالتالي النتيجة الطبيعية هي ايه؟ الموت فصلنا عن القديم. يقول هو نفس الكلام، انتم متم للناموس بجسد المسيح عشان لما المسيح يقوم انتم قمتم معاه،
فتبقوا مفصولين عن الناموس وتصيروا للآخر هو اللي أقيم من الأموات عشان تثمروا لله. يبقى زي ما كنا مربوطين بالناموس عشان يخرجني منه، قال طب تعالى هنموت الناموس بجسد المسيح، ولما هتقوم هتبقى انفصلت عن الناموس بس هتبقى مرتبط بواحد تاني هو المسيح، وكده هنحل الموضوع. يبقى هنا العبقرية الكبيرة قوي والقدرة الإلهية الكبيرة قوي هي إزاي تحرر العبيد دول من خلال إن واحد يدخل إلى الدائرة بتاعتهم ويتحد بيهم، يروح هو نفسه ينفذ العقوبة ويموت ويقوم ويحسب ليهم كل اللي هو عمله، فمش بس دفع دين الخطية لكن بيطلعهم من الدائرة دي خالص وياخدهم لدائرة جديدة اسمها دائرة النعمة، وحياة هي حياة من الله. فموتنا للخطية وموتنا عن الخطية وموتنا عن الناموس وانفصلنا عن الناموس، فخلاص انت حر بس كده، لانك متحد بيه اللي عمل هذا العمل. فانا مت للناموس بجسد المسيح لكي اصير الاخر هو الذي مات لاجلي وقام لكي اثمر لله، في هدف النهايه انه انا اثمر لله. فكانه ارتباطنا بالناموس قبل كده كان مخليني تحت سيطره الخطيه، فكانت عمال تنتج فيا خطايا كتيره كتيره، وبالتالي موت، وبالتالي عمال اخد عقوبه فوق عقوبه. لكن لما اتفصلت عن ده وارتبطت بالمسيح في نوعيه الحياه الجديده اللي هو بيقدمها لي، بقى ايه العكس، بقى هو شغال فيا عشان اثمر صلاح لله. زي ما اللي كان قديم ده كان مخليني انا الفاسد عمال اطلع فساد فساد فساد، لما حصل الموت والقيامه بقيت مرتبط بالحياه الجديده جات لي، حياه من المسيح، حياه لله. الحياه دي في جواها فيها ثمارها الطبيعي للبر والقداسه، فبقت حياه بتنتج ثمار صالحه. فيقول كده في روميا 7 من 5 ل 6، لانه لما كنا في الجسد كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائنا لكي نثمر الموت. الناموس عمال يقول لي لا تشتهي، لا تعمل، لا 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 لا، والموضوع بقى محجمني، بس انا عايز اشتهي، جوايا شهوه وعايز اسرق وعايز اكذب وعايز وعايز وعايز، رغبات جوايا. والناموس حاططها لي بيقول لي لا، يبقى انا بالتالي هعمل ايه؟ بكسر الناموس، خد على دماغك. طب يا عم ما انا مش عارف اعمل ايه، ما انا كنت بعملها قبل ما انت تيجي، لا من قبل ما انا اجي دي حاجه ودلوقتي بقت حاجه اصعب. طب اديني قوه اخرج، يقول لك لا ما فيش قوه عندي، انت تنفذ القانون. فاصبح لما دخل القانون الحاجات اللي كان الناس بتعملها بشكل طبيعي كده بقت كلها مدينه، فبقى في صراع تاني جوايا، اني انا مش عايز اموت بس الاقي نفسي بقى رايح بالولايه للموت. لما كنا في الجسد كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائنا لكي نثمر للموت، واما الان فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجده الروح لا بعتق الحرف. خلاص اللي كنا ممسكين فيه، الحاله اللي كنا فيها زمان دي ماتت انتهت، لان المسيح مات ايضا للناموس وقد قال له قد اقبل، كل حقك خدته، كل اللي كان ليك عندهم انا عملته، مالكش حق عليهم دلوقتي، ابعد. ففصلنا بموته عن الخطيه وعن الناموس، فقمت معاه في حاله جديده تماما وفي وضعيه جديده تماما، عشان كده اقدر اعبد الله النهارده بجده الروح، بالحياه الجديده والروح الجديده اللي هو الدهين، لا بعتق الحرف اللي هو حرف الناموس، حرفيه الناموس، لا تشتهي، لا مش عارف. هنا خرجني بقى واداني الحياه الجديده اللي هي نفسها تعرف لا تشتهي وتعرف تثمر الخير وتثمر النور وتثمر البر. ده اللي عمله الصليب، وده الفاكت اللي محتاجين دايما نقوله
انه مش بس وفى ديوني، مش بس دفع الدين ومشي، لا، ده عمل تغيير جذري في كيان الانسان، وادى للانسان، مش عايز اقول بعد، انا عايز اقول حياه جديده تختلف عن حياته اللي كان فيها زمان، الحياه او حياه الموت اللي كان فيها زمان. ده له حياه حيه حقيقيه مثمره، فيها قوه، فيها نور، فيها البر، فيها كل القداسة، عشان تقدر تعيش اللي هو طلبه منك، اللي ما كانش ممكن أناله أو أعمله قبل كده، لأن الناموس ما عندوش أي قوة إنه يخليني في حالة قداسة مثلا أو في حالة ثمر البر، لا، أو ما عندوش ده خالص، هو كل اللي يعمله إنه بيدني. فأنا واقع في مشكلة كبيرة أوي، إن أنا فاسد وميت وكمان أنت جاي تكمل عليا. اللي لسه مصمم على انه استطيع اني ارضي الله باعمالي الصالحه، هي ادي مشكلته، وادي المصيبه الكبيره اللي الانسان وقع فيها، اللي هو مش واخد باله منها، انه فاكر نفسه تحت غطاء الناموس ده وتحت مظله الناموس ده يقدر يرضي الله. ما فيش امل انه يرضي الله. لكن في كل الاجيال، يمكن طبعا حد يسال، طب هو الناس اللي في العهد القديم كان عندها ناموس، كانت بتخلص ازاي او كانت تدرك خطيتها ازاي؟ برضو بالايمان، برضو بالايمان، وكان الخطايا مؤجله، او الـ الحكم النهائي مؤجل، في انتظار الثمن والتنفيذ الاخير في صليب المسيح. عشان كده في روميا لما بيقول من اجل الصفح عن الخطايا السالفه بامهال الله. فان كان مؤمنين العهد القديم من أول آدم لغاية صليب المسيح نالوا غفران الخطايا، ونالوا صفح من الله، وقبلوا من الله، قبلوا بالإيمان، بمعنى مش بأعمالهم، لكن أعمال الإيمان. بمعنى إيه؟ بمعنى لما الله مثلا قال لإبراهيم الكلمة الشهيرة، آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، هو آمن بإيه؟ آمن بالله، دي نمرة واحد. طب والله قال له إيه عشان يصدقه؟ لو رجعنا للنص ده في تكوين 15 هتلاقي إن هو قال له هيكون لك ابن رغم سنك الكبير، فصدق إبراهيم. المسج هنا مختلفة تماما عن أي مسج ثانية، ما بيقولوش صدق إن المسيح هيموت عشانك، ما هو قال له مسج غريبة، وإنت عمرك قربت 100 سنة، لا، في ابن هيجي. فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. هنا تصديق لهذا الخبر الغريب هو إعلان ثقة وإعلان إيمان في شخص الله. الرسالة اللي تقدمني النهاردة، المسيح مات عشانك وقام عشانك، عشان كده لو وضعت ثقتك فيه أنت هتغفر خطيتك وتنال التبرير وتصبح ابن الله. لما بصدق الرسالة دي، لما أنت بتصدق الرسالة دي، أنت بتضع ثقتك في الله، أنت تؤمن بالله. فالإيمان بالله ما هوش إيمان أنه موجود، لكن إيمان بأن هذا الموجود له وجود في حياتي، زي ما إبراهيم آمن بكلمة الله اللي بتقول له هيكون لك ولد، ملوش أي بعد روحي أو ديني، يقول له هيكون لك ولد، فصدق في الخبر اللي طبعا بالنسبة للوضع هو كان غريب جدا وكان مستحيل تقريبا، لكن صدق. عشان كده هو صدق في الله انه يستطيع ان يفعل ذلك. وانا النهارده لما بصدق في رساله الخلاص، انا بصدق في الله اللي يستطيع ان ينفذ هذا الوعد وهذه الحقيقه في حياتي. طبعا الرساله عندنا كبيره وواضحه ومليانه وقويه جدا، لكن في الناس اللي كانت حتى قبل الناموس كانت الرساله ممكن تكون بسيطه. يعني لما جاء لنوح قال له انا هنزل طوفان هموت الناس دي كلها، اعمل فلك. الطاعه هنا بتعني انه نوح ده صدق الله، امن بالله بالايمان. نوح لما سمع كلمه الله خاف واطاع وبنى الفلك.
فالأكشن هنا هو أكشن مبني على الإيمان، مش بالموضوع لكن إيمان بصاحب هذا الموضوع. يعني هيتعمل ده وأنا مصدقك رغم إني مشوفتش قبل كده مطرة وطوفان، فأنا صدقت فيك أنت أنك أنت اللي قلته ما فيهوش رجعة، فأنا مصدق فيك أنت، فأنا أعلن إيمانه في الله. إبراهيم أعلن إيمانه في الله فحسب له برا، رغم أن الوعد لم يكن له أي علاقة دينية أو روحية، إنما علاقة بنسل هيجي من النسل. طب الناس اللي كانت في ناموس موسى، نلاقي أن كل المسيرة بتحكي على يا ترى أنت هتضع إيمانك في الله أو لا. في ناس خرجت من أرض مصر لكن مش كلهم دخلوا أرض الموعد. ليه؟ لأنهم ما أمنوش بإيه؟ ما أمنوش إن الله اللي قال كلمة قادر ينفذها. هم وصل لهم الخبر ده وتحركوا على أساس أنهم رايحين أرض الموعد. عند أبواب أرض الموعد اللي كانوا هيخشوها بعد سنة بالظبط، الغالبية العظمى قالت لا، انتوا جايين تموتونا في الصحراء وتموتوا ولادنا. اثنين بس يقول عنهم الكتاب اللي كان عن معهم روح اخر، كالب ويشوع. لما قالوا نصعد ونمتلك ان قادرون عليها، ما بيقولش على انا، ده انا قادر لانه اللي قال قادر ينفذها، لانه حقيقه الموضوع كان قدام عينيهم مرعب، كنا كالجراد في عين انفسنا قدام الشعب العمالقه. فالإيمان هو وضع ثقة في الله. ممكن تبقى المحتوى رسالة يختلف من حقبة إلى حقبة، إنما صاحب الرسالة هو الواحد، فهو وضع إيمانه في الله. اللي كان بيروح يقدم الذبيحة يمكن مش واضحة بالنسبة له كيف دم هذا الحيوان يغفر ذنبي، لكن الله قال له كده فهو نفذ الأمر أنه يضع ثقته في الله. لما غاب الإيمان غابت هذه الثقة، قال له ابعد عني، يعني أنا مش بتلذذ بمحرقاتك، أنا مش عايز منك محرقة. مين قال لكم تجيبوا لي محرقة؟ ليه؟ لأنه تحول الأمر إلى عادات أو إلى طقوس أو إلى بننفذ كلامه بس، لكن الإيمان مش موجود. فقال له ابعد عني محرقاتك، لو قدمت حاجة مش هبص عليها، أنا لا أطيق الإثم والاعتكاف، ابعد عني ضجة أغانيك. مع أنه اللي كان بيعمله الرجل اليهودي ده هو اللي كان بيعمله التانيين، إنما في فرق بين واحد بيعمله بالإيمان وضع ثقته في الله، واحد تاني بيعمله من حيث أنها العادة والطقوس وإرضاء هذا الإله الغاضب ونخلص منه. الاثنين بيقدموا نفس الذبيحة بس واحد بيتقبل واحد لأ، لأنه في عنصر الإيمان هو الفيصل. يبقى حضراتكم النهارده لو جبت قيسها بقى في العهد الجديد، النهارده رساله المسيح بتتقدم، في واحد مش عاجبه الكلام لانه عايز يعملها بنفسه. المشكله مش في نفسه، المشكله انه بكل بساطه هو بيقول الله لا انا مش مصدق اللي انت بتقوله قوي ده. طبعا هو ما بيقولش كده، لكن اللي ورا الكلام، اللي ورا الاتيتيود بتاعه هو عدم ايمان وعدم تصديق في الله. لم تؤمن بالله انه يستطيع ان يغفر خطيئتك عن طريق الحل الوحيد اللي هو قدمه، هو صليب المسيح. فبالتالي لما بترفض الموضوع انت ترفض الله وترفض الحل الذي يقدمه الله. فهنا الإيمان غاب، الإيمان مش موجود. عشان كده في كل التاريخ وكل الكتاب المقدس الخلاص بالإيمان، ملوش تمن تاني، ملوش حل تاني. الإيمان بالله، تختلف رسالة لكن الإيمان بالله هو الأساس في هذا الخلاص. أمين. أي أسئلة؟ آخر سؤال أو آخر تساؤل كبير رسول بولس بيطرحه في رسالة روميا، واللي بياخد تقريبا 3 صحاحات من الإصحاح 9 إلى الإصحاح 11، بيقدم سؤال
بيختص بالشعب القديم. هي قبل ما نبتدي بس عايز اقول انه في رايين كبار فيما يختص بالشعب القديم. في راي بيشوف العهد القديم كله بنظاره العهد الجديد، يعني بيتجه اتجاه من العهد الجديد يبص على العهد القديم، وبيشوف انه الكنيسة هي السمة الغالبة وهي الشخصية اللي بتحتل كل هذا الكتاب. فبيشوف الكنيسة على انها يا اما بديل لإسرائيل، يعني إسرائيل في العهد القديم كانت هي شعب الله والنهاردة شعب الله هو الكنيسة. وطبعا بيستند على انه في بعض المصطلحات وبعض الاستخدامات اللغوية والتشبيهات اتقالت على الحالتين، اتقالت على الكنيسة اتقالت على إسرائيل، كان مثلا شعب الله. بيستند على بعض النقاط زي مثلا لما بيقول في سفر الأعمال عن موسى والكنيسة التي كانت معه في البرية، فبيقول انه دي كنيسة. طبعا لما نروح للنص ونشوف اللغة بتاعته، كلمة كنيسة باليوناني وبالعبري بتعني ايه، اللي هي إكليسية او بالعبري كهال، الاثنين بيعنوا assembly جماعة. ولما ندرس في سفر الأعمال انه كلمة إكليسية اللي هي بتطلق على الكنيسة استخدمت حتى وهي بتشير الى مجموعة تلمت على بولس، او فممكن تستخدم في بعض الأوقات بشكل جماعة او عصابة او حزب. هي في حد ذاتها كلمة بتعني تجمع assembly. لأنه طبعا هنا بيساند على النص ده عشان يقول انه كان هناك كنيسة في العهد القديم، وانه الكنيسة في العهد الجديد هي امتداد لإسرائيل او هي جات ريبليسمنت لإسرائيل. ده رأي كبير وعنده استنداته في التفسير، بس يعني برضو هقولها بكل احترام للكل انه استناداته هي ما بيراعيش فيها التفسير الدقيق. بيشوف حاجات وبيشوف المتشابهات وياخدها انها متساويات. وفي اللجوء كده هو لغى فكرة عودة إسرائيل مرة تانية إلى المشهد، وأقصد إسرائيل بقصد بها الشعب القديم، بقصد بها تحقيق وعود الله، مش بقصد إسرائيل من ناحية السياسية أو ما يحدث الآن. طبعا إحنا كلنا عندنا تحفظ على العنف وعلى الحاجات دي، لكن إحنا مش نتكلم سياسة، لكن نتكلم كتاب. فالرأي الكبير ده اتجه انه يقول انه الكنيسة حلت محل اسرائيل، او الكنيسة جات بديل اسرائيل، فهي سواء امتداد او بديل. عشان كده لما راح يشوف نصوص العهد القديم بيدور على الكنيسة، ولما بيدور على الكنيسة ما بيلاقيش كنيسة، لكن بيلاقي اورشليم، يلاقي اسرائيل، يلاقي بيت يعقوب، فبيقول ده بيعني الكنيسة. فيبتدي ياخد الايات وياخد النصوص بياخد النبوات اللي أوقات كتيرة ما بيكون لهاش علاقة بالكنيسة، لأنه مثلا بتكلم شعب أرضي عن أرض وعن خيرات أرضية وعن أعداء هيهزمهم وعن أعداء بتحاربهم، فيبتدي يفسر ده إزاي؟ يلاقي نفسه غصب عنه لابد أنه يفسره بطريقة مجازية، فيقول الأعداء هم الأرواح الشريرة، الشيطان ومملكته، الإنسان والجسد، الارض. هي ايه الارض؟ هي النفوس اللي احنا بنربحها كل يوم للمسيح. هو بيحاول يلاقي حل للمعادله، فعنده عارفين لما نحل معادله في الرياضه وفي عندنا س ص وعين او اكس واي زد عايزين نلاقي لهم الفاليو بتاعتهم، فبيحاول يلاقي فاليوز للديتيلز اللي موجوده عنده في النصوص، فغصب عنه بيلجا الى روحانه أو إلى المجازية. فبيبتدي يقول الأرض هي أراضي كتيرة، هي النفوس اللي بتربحها المسيح وامتداد الإنجيل. طيب والشعب ده هو الكنيسة، الأعداء هم الأعداء
الأرضيين كل معاندين لرسالة الإنجيل سواء من الناس أو من الأشرار أو من الملائكة الأشرار. طيب وأورشليم، أورشليم دي هي الكنيسة. طيب حليت معادلة، لكن لما بتيجي في المعادلة اللي وراها وبيتكلم على عقاب الله لأورشليم والسبي مثلا أو خراب المدينة، بتحلها إزاي؟ بتلاقيه، أنا طبعا كان بقوله بكل موضوعي، بتلاقيه بكل بساطة راح عمل إيه؟ نط من النص ده، يا إما بياخد بيك أند تشوز بعض النصوص، بيختار بعض النصوص ويسيب الباقي، أو ما بيمشيش بشكل متصل في الكل، أو بياخد الموضوع يعني يقرأ مثلا إصحاحين ثلاثة يقول لك دي زي الكنيسة اللي هي بتكرس ويروح معدي. لا، في تفاصيل كتيرة، وزي ما احنا بنؤمن انه الوحي اللفظي، بمعنى انه هناك معاني وهناك قيمة لللفظ المستخدم، فلابد ان يحترم الجمل وتركيبها والاسماء والافعال وكل الحاجات اللي موجود فيها. دي مشكلة المجموعة الاولى. في مجموعة تانية بتشوف انه لا، في فرق بين اسرائيل وبين الكنيسة، دول ليهم وضع ودول ليهم وضع، دول ليهم وعود ولهم نبوات ولهم لهم مكان في خطة الله، زي ما الكنيسة ليها مكان مختلف في خطة الله. ففي تمايز لكن في تكامل، بمعنى انه كان في مراحل كانت موجودة، ودي مرحلة كانت مرحلة الشعب القديم اللي عصى وحصل عصيان وحصل تمرد، حصل عمى جزئي أو توقف جزئي، واتفتح باب الكنيسة بمفهوم مختلف تماما عن مفهوم العهد القديم. والكنيسة دي ليها تايمينج، وقت معين، ليها بداية وليها نهاية، وبعد كده هيرجع الله يتعامل مع الشعب القديم. المفسر هنا أو صاحب أو الناس اللي تتبع هذه المدرسة بتفسر التفسيرات كلها بشكل مباشر جدا، وبتحط كل واحد في مكان، يعني نبوات إسرائيل إسرائيل، نبوات الكنيسة للكنيسة. المشكلة مع التفسير ده هو أنه في ناس كثيرة بتقول طب يعني معنى كده كل العهد القديم ده أنا ما استفدتش منه بحاجة؟ بقى معقول في عندي 39 سفر ما نستفدش بيهم بأي شيء للكنيسة؟ بنقول هستفيد منهم بشكل كبير جدا، دي كلمة الله، محتاج أقراها كويس قوي وأفهمها كويس قوي أدرسها كويس قوي، لكن مش كل ما كتب ليا، لكن كتب لأجل تعلمنا. بمعنى أنه اللي في حاجات جوه العهد القديم لازم أفهمها ليا. بمعنى إيه؟ كيف يتعامل الله مع الخطية؟ كيف يتعامل الله مع الإيمان؟ بركات الله للشخص المؤمن، أو تقدير الله للإيمان، وأيضا عقاب الله للخطية. من هو الإله؟ كيف يقدم الله الخلاص ويقدم لي الصورة بتتكامل وبتتزايد في النمو واحدة واحدة من خلال العهد القديم؟ كيف قدم الله في العهد القديم شخصية المسيح اللي أنا في العهد الجديد هو ده محور الحياة كلها؟ من هو الإله الذي يتعامل معاه؟ إيه هو؟ مين؟ إيه طباعته؟ إيه صفاته؟ عشان كده في عندي في العهد القديم حاجات كتيرة جدا أنا محتاج أستفيد منها. أي نعم، ما تكتبش بيخاطبني أنا، اتكتب لشعب قديم في ظروف قديمة بحالة قديمة، بحالة متفردة جدا، إن هم شعب وأمة وفيهم سياسة وفيهم حياة روحية، يعني عندهم كيان موجود على الأرض اسمه دولة. الكنيسة مش دولة، دي مهمة أوي أخلي بالي منها. طبعا الكونفليكت ما بين المدرستين ده بقاله يعني 20 قرن، مش حاجة جديدة يعني. ومش هنحله، وهنقبل بعض في المحبة، لكن خلينا نشوف إزاي الله قدم الشعب القديم ده وقدم خطته وقدم تمي، يعني انه لا لسه في عنده حاجه عايز يقولها.
فسواء كنا مع بنقبل الرأي التاني أو ما بنقبلش الرأي التاني، كنا تبع أي مدرسة من المدرستين دول، خلونا نسمع الكتاب بيقول إيه، لأنه في النهاية الحكم مش ليا أو لطائفتي أو لكنيستي، لكن حكم لي ماذا يقول الكتاب. وطبعا بكل المحبة وكل الاحترام ممكن نكون بنقبل رأي الآخر أو مش بنرتاح له أو مش بنقبله، ففي النهاية احنا مش بنختلف على شيء جوهري في العقيدة، ما بنختلفش على لاهوت المسيح أو رسول المسيح، مش بنختلف على الخلاص، إنما اختلاف في بعض المفاهيم والتفسيرات لا يفسد الود قضية، ونبقى في النهاية برضو حتى المدرسين دول هم في النهاية أبناء الله، وهم في النهاية هيكونوا مع المسيح في المجد، وساعتها هنعرف كل التفاصيل من عنده. النص ده جه في رومية 9:10-11، جه طبعا بعد إصحاح 8 الكبير العظيم اللي بولس والروح القدس قدم فيه كم مهول جدا من الكونكلوجنز بعد ما مشي معايا 7 إصحاحات. خلي بالنا ما بنقولش انه في حاجه اعلى من الثانيه، لكن بقول انه هو كان بيصعد معايا من 1 لغاية 7، عمال ياخد بالتدريج لغايه لما وصل في البيك بتاع رساله روميا 8. وهنا بيقدم الكونكلوجن بتاع كل المسائل اللي هو عمال يحلها وعمال يشرحها من 1 لـ7. عشان كده ما بقولش ابدا وحاشه اني اقول ان في حاجه اعلى من الثانيه، لكن بقول انه في الحبكه الكتابيه والدراميه اللي بتبيها هو بيوصل معايا من خلال يطرح اسئله كتيره من 1 لـ7 وبيحل مشاكل كتيره. فـ8 بيقدمني زي الحلول النهائيه او الكونكلوجنز النهائيه، الاستنتاجات بتاعته في رومية 8 اللي هو هي اصحاح يعني تقيل ومزخر باعلانات الهيه عظيمه. بعد ما خلص كده راح حط السؤال، وغالبا انه كان في طبعا مشاحنات ما بين اليهود اللي من اصل المسيحيين من اصل يهودي والمسيحيين اللي من اصل اممي، غالبا كان في مشاحنات، واحد بيتعالى على الثاني والثاني شايف انه لا انتوا خلاص انتهيتوا، احنا شعب الله مش انتوا بس، يعني المسيحيين الاممي. فبدا بولس يطرح الكلام بتاعه، اولا بيقدم مقدمه يعني غايه في اللطف وغايه في المحبه، رغم ان الراجل ده فعلا اتاذى بشده جدا من هؤلاء الانسباء والاقرباء اليهود. فبيقول كده في رومية 9 من آية 1، أقول الصدق في المسيح لأكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، أن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي انسبائي حسب الجسد. يا أنت شايفين هو قد إيه حبه وقد إيه يعني قلبه بيعتصر على قرايبه اللي في الجسد اللي هم اليهود، يعني موجوع عليكم قوي. كنت أتمنى أو كنت أود، يعني ما كنتش أنا عرفت المسيح ده وشفت الجمال ده عشانكم. الذين هم إسرائيليون، خلي بالكم من الكلمات اللي جاية، ولهم إيه بقى؟ التبني والمجد والعهود، فاكرين العهود في العهد القديم؟ والاشتراع اللي هي الشريعة، والعبادة، العبادة الهارونية أو اللاوية في الهيكل والمعبد وكده، ولهم المواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى أبد الأبد. كل ده لهؤلاء الإسرائيليين. ولكن ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل إسحاق يدعى لك نسل. فهنا هيشرح وهيستخدم نفس الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح في يوحنا، في إنجيل يوحنا،
فيقول انه هم اسرائيليين لهم كل هذه البركات، لكن عايز اقول لكم الله له رؤيه مختلفه، انه مش كل من هب ودب وتولد من اب وام اسرائيليين هو اسرائيلي حقيقي، لانه اصل هذا الشعب قائم على ابن الموعد، ومش عشان كلهم من نسل ابراهيم يبقوا كلهم ابناء الموعد، لا ده كان في ابن واحد هو اسحاق. اوكي، لانه كان ابراهيم عنده ابناء تانيين، عنده اسماعيل، وجاب ابناء تانيين بعد كده من قطوره اللي اتجوزها. فمش كلهم لهم هذه البركات، لكن الذين هم من الايمان هم ابناء ابراهيم. ده لقى الرب يسوع المسيح لما قالوا له احنا مش اولاد زنا، احنا اولاد ابراهيم. قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم كنتوا عملتوا الاعمال بتاعت ابراهيم، لكن انتوا اولاد ابليس. فمش كل واحد مولود بحسب الجسد من هنا هيبقى ابن ابراهيم او يبقى اسرائيلي، لان ده بيعتمد اساسا على الايمان. زي بالظبط لما بنقول النهارده مش كل واحد يقول انا مسيحي هيبقى مسيحي، ولا انك اتولدت في عيله مسيحيه فانت مسيحي، انما من هم من الايمان يسوع المسيح، صح كده؟ فنفس الكلام بينطبق على المجموعه دي. اي ليس اولاد الجسد هم اولاد الله، بل اولاد الموعد يحسبون نسلا. فده مبدا ثابت اتكلم بيه الرب يسوع المسيح واتكلم بيه برضه بولس، ما عندناش اختلاف في كده، والمبدا ينطبق عليهم ينطبق علينا احنا كده. فويشرح بقى هنا يتكلم على انه ازاي الله مركز على انه الناس دي اللي بيعتبرهم في نظر ان هم ابناء الشعب القديم او ابناء الموعد هم الذين من الايمان، الناس اللي بتؤمن وبتصدق في ده. لكن الفكره هنا انه اخواته الذين حسب الجسد او انسبائه دول بيتكلم عنهم انه هؤلاء الاسرائيليين لهم هذه البركات، لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الأباء ومنهم المسيح حسب الجسد. طيب انت عايز تقول يا بولس؟ عايز اقول انه الله سمح بوجود عصيان في اسرائيل، سمح ان اسرائيل تتعثر ويحصل عمى مؤقت او توقف مؤقت علشان يتفتح باب للرحمة وللخلاص لجميع الأمم. وفي الإصحاح 11 هيقدم الفكرة دي، هيقول كده، هيطرح سؤال: ألعل الله رفض شعبه؟ والإجابة بتاعته حاشا، الله ما رفضش شعبه. لأ انت كده هتدخلنا في حتة ملخبطة يا بولس. طب انت منين بتقول انه في أبناء الموعد والذين هم من أمانهم هم ابناء ابراهيم، وبعدين عايز تفهمني انه الله ما رفضش الشعب؟ بيقول لي ما رفضش الشعب الذين هم من بحسب الايمان. الله لسه عنده خطه للشعب. انا هشرح الراي ده وهشرح الراي الثاني اللي بيقول انه خلاص الموضوع انتهى، هم مشوا خالص. لكن انا همشي مع الكتاب شويه هنا، وبعدين هنتكلم على الراي الاخر اللي بيشوف اللي بيسميه اللاهوت البديلي، انه اسرائيل كانت شالت وجات مكانها كنيسة، أو الكنيسة حملت كملت مكان اسمها. صح 11 بيطرح سؤال، والسؤال ده أرجو نخلي بالنا منه، هو بيقول هل رفض الله شعبه؟ الإجابة حاشا، الله لم يرفض شعبه القديم طبعا. الدليل على كده حاجتين، واحد هي كده إنه أنا نفسي بولس خلصت، نلت خلاص وحصلت على نعمة من الله. ثانيا في كل الأزمنة الله بيبقي نفسه شهودا، واستدل على كده من القصه بتاعت ليه. طيب في حاجتين، الحاله الاولى هل انت بتقصد انه ناس من الشعب القديم ده تقبل المسيح تصبح جزء من الكنيسه، ولا بتتكلم على انه في زمن ما في اللي جاي الناس دي تصحى تاني وتفهم الموضوع وتقبل المسيح؟
وفي الحالة دي هيكونوا إيه؟ هل هيكونوا كنيسة ولا مش كنيسة؟ أرجو نخلي بالنا، لأن السؤالين دول هيحطونا حدود وتصور علشان ما نلخبطش ما بين الكنيسة وإسرائيل. في رأي طبعا ده موجود على طول خط، فتح السكة ما بين الاثنين ومش بيميز ما بين الاثنين، فاللي هيؤمن بقى كنيسة. حتى في العهد القديم بيتخيل انه اللي بيؤمن في العهد القديم هو جزء من الكنيسة، وفي النهاية لما الله ينهي الحياة كلها دي كلها كنيسته، كل الناس المؤمنين من أول آدم لغاية آخر واحد يجي على الأرض، الناس دي كلها كنيسة. رأي ده لطيف لكن مش دقيق، لأن في سفر الرؤيا بيقول عن امرأة العروس، امرأة الخروف اللي جهزت نفسها وفي حفل زفاف العروس والعريس، وبيقول طوبى للمدعوين لعشاء عرس الخروف. يبقى إذن في عندي ثلاث شخصيات موجودين، العريس عارفينه مين، العروسة والمعازيم أو المدعوين. فلو أنت من العروس أكيد مش هتبقى معزوم، ولو أنت من المعزيم فأنت مش من العروس، مش كده منطقيا؟ يعني لو رحنا حفلة فرح في سيدات كثيرة موجودين في الفرح لكن مش كلهم العروسة، هم معزومين مدعوين، كلنا فرحانين كلنا موجودين في نفس القاعة لكن في واحدة بس هي العروسة. كل اللي موجودين دول اسمهم مدعوين، يبقى إذن في اختلاف ما بين العروس وبين المدعوين. وهنفهم من هنا أنه العروس هي الكنيسة والمدعوين هم كل الأبرار الرائعين في كل العصور ما عدا الكنيسة. ده لو أنا مشيت مع الكتاب كده واحدة واحدة وكلمة كلمة هوصل الاستنتاج ده، لكن صعب أني أتخيل نفسي أن أنا في نفس الوقت أنا من العروس وأنا من المعازيم، منطقيا غريب. بس خلينا يعني نحط الفكرتين دول كمان. اللي بيقوله بولس هنا بيقول ايه؟ انا خلصت. طب هل معنى كده يا بولس ان انت بتقول انه خطة الله انه الله ما يرفضش شعبه انه الناس دي تقبل المسيح في هذا الزمن وتصبح جزء من الكنيسة، ولا انت بتتكلم على حاجة هتحصل في المستقبل؟ الحقيقة هو بيتكلم على حاجتين. خلال الزمن ده، خلال فترة تواجد الكنيسة على الأرض، ده رأي. احنا قلنا الرأي الأولاني فتح كل المدى الزمني عشان كل الناس تبقى كنيسة. في رأي تاني بيقول إنه الكنيسة التايمينج بتاعها بدأ من يوم 50 من وقت حدود الروح القدس إلى حدث الاختطاف لما ترفع الكنيسة من الأرض. كل من آمن وقابل الرب يسوع المسيح المخلص في هذه الفترة أصبح جزء من هذا الجسد اللي هو العروس اللي هي الكنيسة. لما يدخل آخر واحد وترفع الكنيسة من الأرض، هنبتدي تاني نرجع نتعامل مع الناس اللي في الأرض. فقبل يوم 50 كل اللي فات ده بنسميه قديسين العهد القديم، وبعد ما ترفع الكنيسة من الأرض بيقول إنه يعود الله يتعامل مع سكان الأرض بنفس الطريقة كانت في العهد القديم، اليهود والأمم. اليهود هيتعامل الروح القدس مرة تانية، وبعض منهم هيفوق يدرك إن اللي اتصلب واللي هم طعنوه ده هو مين؟ المسيح المخلص، فينوحوا عليه، يبتدوا يرجعوا للكتب ويرجعوا للحقائق دي ويدركوا انه اللي اتصلب من الاف السنين ده هو المخلص، فينوحوا عليه. ومن الكتب هيعرفوا انه في فتره ضيقه هي السبع سنين، وبعدها هيجي المجيء الثاني.
فهتكون كرازتهم في هذا الزمان هي نفس الكرازة اللي قدمها يوحنا المعمدان وقدمها المسيح في بداية خدمته: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، الملك جاي. وبناء على كرازتهم دي كتير من الأمم هيؤمنوا وينتظروا المجيء، وهي يعني من لأنه هيكون في اضطهاد شديد جدا لكل من يؤمن، فيكون في الناس دي بتخبي بعضها، خبي اليهود عندها إلى أن يأتي المجيء في فترة الدقيقة اللي كتير قوي منهم هيستشهد. دول بنسميهم مؤمنين الدقيقة أو قديسين الدقيقة، زي ما اللي كانوا قبل الكنيسة بنسميهم قديسين العهد القديم أو مؤمنين العهد القديم، وفي تميز عنهم عن قديسين الكنيسة أو مؤمنين الكنيسة. فاللي بيؤمن من اليهود في الوقت ده بداية من يوم 50 لغاية الاختطاف، من يؤمن بالمسيح يصبح عضوا في جسد المسيح في الكنيسة. وفي جسد المسيح مفيش فرق بقى بين يهودي وأممي، بين يوناني ويهودي، بين عبد وحر، بين رجل وامرأة، كلنا واحد في المسيح، عشان كده ده الجسد. فاللي بيؤمن النهاردة زي ما بولس بيقول كده، ان انا شخصيا وصلت نعمة الله، فبيصبح عضو في جسد المسيح. لكن كمان في الزمن اللي جاي بعد ما ترفع الكنيسة من الأرض، لما هيدركوا وهيفوقوا وهيفتحوا من حالة العمل اللي هم فيها دي، ويعرفوا انه اللي صلبوه هو المسيح، ساعتها هيؤمنوا بالمسيح طبعا كالمخلص، لكن مش هيكونوا اعضاء في الكنيسة، هيكونوا يسميهم قديسين العهد قديسين الدقيقة. دي وجهة نظر. دول الجماعة اللي هم قبل ألفيين، اللي بيقولوا المسيح هيجي قبل ألف سنة في اختطاف، في مجيء، اختطاف 7 سنين دقيقة، مجيء في 1000 سنة ملك، ثم بعد ذلك دينونة الأشرار، وبعد ذلك هناك الأبدية. في رأي اللا ألفي اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها ملك ألفي، في حاجة اسمها ملك روحي طويل المدى، وإن المسيح جه ومات، والمسيح في مجيء والتاني سيأتي علشان يدين المسكونة بالعدل. رأي ما قبل الألفي، اللي ما بعد الألفي، اللي بيقول إنه إحنا حاليا عايشين فترة الملك الألفي، اللي هي امتداد الملكوت، امتداد الكنيسة، وده فترة زمنية غير محددة بزمن، لكن يقصد بالألف سنة هي فترة طويلة. الكنيسة فيها بتعد الملكوت بأنها تكرس وتجيب الناس من كل حتة، علشان المسيح لما يجي يلاقي المملكة جاهزة وينهي الحياة على الأرض. دول الثلاث مدارس اللي احنا اتكلمنا عنهم. رأي المدرسة القبل ألفية اللي هي بتقول انه في اختطاف 7 سنين دقيقة، مجيء، ثم ملك ألفي، بتاخد الموضوع شوية بتفصيل اكتر، عشان كده يمكن بنحتاج دايما نتكلم عنهم بتفاصيل اكتر، لانه اكتر ناس عندهم تفاصيل. فده تفصيلتهم في الجزئية دي. وبيقول انه بحسب ما الكلام بتاع الرسول بولس هنا، لو انت امنت كيهودي النهاردة، فانت بتصبح عضو في جسد المسيح في الكنيسة. مالناش دعوة بقى انت اصلك ايه، يهودي، افريقي، امريكاني، whatever، انت جاي بقيت عضو في الكنيسة. لكن في الزمن اللي جاي بعد ما الكنيسة ترفع، ساعتها هيحصل فوقان او عملية افاقة واستنارة للشعب القديم، مش كله طبعا، الذين هم من الايمان، وهيخلص منهم المعينين او الذين هم من الايمان، وهيكونوا بيقبلوا الخلاص ويقبلوا النعمة من الله. طيب اللي بيحصل دلوقتي، بولس بيقول كده انه الدليل على انه في نعمة لسه موجودة، انه انا خلصت، وانه في ناس تانية الله لا يترك نفسه بلا شهد. في رومية 11 بيقول كده 5، فكذلك في الزمان الحاضر ايضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. في بقية موجودة بسبب نعمة الله. منهم ناس بتؤمن حاليا فتصبح أعضاء من الكنيسة، وتحصل بقية بيسموها البقية التقية في النهاية. طب يا بولس إيه اللي بيحصل معهم دلوقتي؟ ليه مش راضين يفهموا؟ ده سؤال المحير. ليه الناس دي لما بتقرأ العهد القديم مش بتفهم؟ لأنه فعليا حصل حالة عامة مؤقت وقساوة جزئية، وده وفق نبوات العهد القديم. فمثلا رومي 11 بيقتبس من العهد القديم، بيقول كده كم مكتوب في رومي 11:8، أعطاهم الله روح سبات
وعيونا لا تبصر وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. يبقى بيسمع وبيشوف ولا مش فاهم، يقرأ المكتوب مش فاهم. ليه؟ لأنه في حالة قساوة جزئية. فأقول ألعلهم، أي 11 و12، أقول ألعلهم عصروا لكي يسقطوا، حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم فكم بالحري ملؤهم. يقصد ايه؟ هل هم تعثروا يعني، او السقطه اللي حصلت لهم دي عشان يسقطوا؟ بمعنى الانجليزي شويه يفهمنا، they fall beyond recovery، يعني وقعه ملهاش حل، ملهاش اي تصليح. لا، هقول العصره اللي سقطوا اللي تعثروا فيها دي مش عشان تبقى forever، حاشا، لانه دي حاجه مؤقته، لانه العصره اللي تعثروا فيها ديت هتخدم غرضين اساسيين في خطه الله. الغرض الاول انه يفتح الخلاص للامم، والغرض الثاني انه يغيظ او يثير غيره اسرائيل بسبب دخول الامم وانها تسبقهم الى النعمه والخلاص. عشان كده بقول لهم ايه؟ بل بزلتهم صار الخلاص للامم لاغارتهم. يبقى الزلة بتاعتهم عملت حاجتين، فتحت الباب لخلاص الأمم وبتغيرهم، بتثير غيرتهم. عشان كده بيطرح السؤال الثاني، أو يقول السؤال الاستنكاري، فلو كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، طب قد إيه بقى يكون ملؤهم؟ لو الناس دي بسبب إن الله أصابهم بحالة، أو يعني حكموا على أنفسهم، أصابهم الله بحالة هذا السبات أو هذه العصرة، وبقى بسبب العصرة دي في بركة كبيرة جدا اتفتحت للأمم لكل الناس، طب كم وكم لو الناس دي قبلت؟ يبقى في حاجة عظيمة جدا للأمم. ف ويشرح كده بولس بعد ما قدم السببين دول، هيشرح طب هم موجودين ليه من الأصل؟ إيه وجودهم وإيه هدفهم في خطة الله؟ هيشرح يقول أول حاجة، الشعب القديم ده الله تمجد من خلاله، أعلن نفسه لكل العالم على أنه يهوى. اثنين، هدفهم أو الهدف وجود إسرائيل في مخطط الله أنه يكونوا سبب بركة للأرض. فاكرين في العهد الإبراهيمي كان يقول إيه؟ أباركك فتكون بركة، وأنه في نسلك تتبارك جميع الأمم. إذن الله في مخططه هو بيوجد الناس دي من أصلهم، من أول أبوهم كبير إبراهيم، الله بيرى أنه في باب يتفتح لأجل بركة للأم من خلال نسل إبراهيم. ثلاثة، هيقول بولس أنهم ائتمنوا على أقوال الله. ائتمنوا على أقوال كل الأنبياء اللي كتبوا العهد القديم كانوا من الشعب ده، كل اللي كتبوا العهد الجديد مع دلوقة كانوا من الشعب ده. عشان كده ائتمنوا على أقوال الله، اؤمنوا على كتابة أقوال الله، اؤمنوا على هذا الكتاب عبر الأجيال. فالحقيقة بيرجع لهم الفضل في أنه عندنا الكتاب لغاية النهاردة. دي نقطة مهمة. أربعة، منهم المسيح حسب الجسد. يبقى الله كان بيعد شعب معين مختار عشان يجيب ابنه من خلالهم، مش من أي حتة تاني. الموضوع ما بيتعلقش بتحيز لدولة، الله مش فكرة دولة، الله عامل عهد مع رجل ومن خلال نسل هذا الرجل سيأتي النسل اللي منه هتتبارك جميع الأمم. فعنده مخطط يقدس مجموعة معينة عشان يجيب منهم النسل ده. هم نفسهم هيكونوا جزء من إتمام الله الهدف في التاريخ المستقبلي أو في اللي جاي. وتلاقي حاجة غريبة، رغم أن الشعب ده ما نجحش طول حياته انه يقدم الرب زي ما الرب كان عايز، يعني لما نقرا مثلا في حزقيال ويقول لهم انتوا نجستوا اسمي بين الامم، خليتوا اسمي يعني مدنس بين الامم، بسبب ايه؟ بسبب ان انتوا عملتوه، وبسبب ان انا دفعتكم للسبي. وفي دفعي للسبي بدا وكمل ولو كان اله الكلدانيين اله بابل، انتصر على
إله إسرائيل. فيعني سمعتي ضاعت، بس أنا بعاقبكم وعشان خاطر اسمي وسمعتي هرجعكم تاني، عشان ما يتقالش وسط الشعوب إنه إله إسرائيل انكسر. فرغم عدم نجاحهم إنهم يقدموا الرب، وده حاجة حقيقية إلا في حالات فردية بسيطة جدا، إلى إنه الله غصب عنهم نجح في إنه من خلالهم ومن خلال النسل إنه يقدم البركة اللي قال عليها في العهد الإبراهيمي، إنه في نسلك تتبارك جميع الأمم، غصب عنهم وحتى بالجرم اللي هم ارتكبوه إنه يصلبوا المسيح، كان الله بيفتح وبيحقق الباب الكبير إنه من خلال النسل، نسل إبراهيم يسوع المسيح، يتفتح باب البركة لكل الأمم، رغم إنه كانوا بيعملوا كل حاجة عكس كده، بيصلبوا المسيح. فكان الله حتى وهم بيعملوا اللي في دماغهم، كان الله بيحقق هدفه ويحقق وعده إنه في ناس تتبارك جميعا. يبقى دي هدف وجود إسرائيل في مخطط الله. بعد كده هيشرح بولس فكرة الأصل وبقية النسل أو بقية الشعب، من خلال إنه هيقدم مثالين أو أمثلة توضيحية هيستند عليها. المثال الأول بيقول كده: إن كان البكورة مقدسة فالعجين كله مقدس، وإن كان الأصل بتاع الشجرة مقدس فكمان الباقي مقدس. وهيشرح الكلام ده جاب منين فكرة البكورة والعجين. ده موجود في سفر العدد صح 15 وآية 20، بيقول له لما تيجي تحصد الأرض بتاعتك أول حاجة تعملها تقدم من العجين من المحصول الجديد ده، تقدم خبز رفيع، أول عجينكم ترفعون قرصا رفيعا، تقدمه كده تقدمه في الهيكل للكاهن. حصدت الأرض وطحنت القمح، أول ما تعمل أول عجينة منها أول حاجة تقدم القرص ده، لأنك بتقول إيه البكورة بتاعت المحصول بقدم منها للرب. فإن كان البكورة مقدسة اللي هو القرص ده فالعجين كله مقدس. طيب عايز تقول إيه يعني يا بولس؟ عايز أقول إنه إذا كان من الأصل خالص الله مرتب العهد مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول الأصل، دول أول البكورة، الله قدسهم واختارهم وعمل معهم العهد، عشان كده الباقي كله مقدس فيهم، بس الباقي اللي هم من الإيمان. وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان، لو الأصل الشجرة مقدس الأغصان كمان مقدسة. في المثال الثاني هياخد خطوة غريبة شوية ويقول الأصل مقدس وكذلك الأغصان، بس خلي بالك مش كل الأغصان، في أغصان اتقطعت لأنها كانت أغصان فاسدة الذين ليسوا من الإيمان. وإنت كزيتونة برية، انت كشخص كنت بتنتمي لشجرة برية مش بتثمر، الله خدك كغصن من هذه الشجرة وطعمك في الأصل، طعمك في شجرة الدسمة، شجرة الزيتون الأصلية، فصرت شريكا في أصل الزيتونة. لو تشوف الصورة هنا، أنا جبت صور لفكرة تطعيم الشجر، ادي الاصل اهو، فبيفتح فتحه ويحط الغصن الجديد اهو زي ده كده، يمكن يكون الصوره الثانيه اوضح، ادي الاصل اهو اللي تحت وبيفتح فتحه ويزرع فيها غصنين جداد او غصن جديد زي هنا، حط دي كده حط ده هنا ويربطه علشان يفضل لغايه لما يتحدوا ويلتحموا ببعض. فبيقولوا إن كنت أنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان،
وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل يحملك. عشان كده خلي بالك، أنت كنت غريب عن الموضوع، لكن الله بالنعمة جابك وحطك هنا، والأغصان الأصلية اللي كانت ناشفة اتشالت بسبب عدم الإيمان. عشان كده ما تقفش تفتخر على اللي اتشالوا دول، لأنه ده بالإيمان، أنت بالإيمان ثبتته، هو عشان عدم الإيمان لم يثبت. وإن كانت ما ينفعش تفتخر ليه كمان، لأن الأصل هو اللي شايلك، مش أنت اللي شايل الأصل. طب إيه اللي بيقصده بالأصل وبيقصده بالشرع؟ في الأصل، أصل الشجرة والخبز البكورة ده، هو بيقصد بيهم الآباء أو الوعود بشكل أدق، وعود الله اللي اتقدمت وتعملت في شكل العهود مع الآباء. فكل البركات بتاعة الله مزخرة في هذه العهود. فإن كانوا هم دول أصحاب الوعد وهم دول الأساس اللي مبني عليه أو معطلي من خلاله وعود الله وبركاته، فالمفروض أن أغصانهم تكون مشتركة في هذا الدسم، مشتركة في هذه البركات. بعض من الأغصان دي نشف ويبس فشاله، يعني ما كانش له إيمان فشاله، وجاب أغصان غريبة اللي هو إحنا وحطها في أصل هذه الشجرة. يعني إحنا بقينا إسرائيليين؟ لا، ما بقيناش إسرائيليين، لكن بقيت بتشترك في وعود الله وبركات الله اللي كان مزخرها للعالم كله من خلال العهد مع الآباء في نسلك تتبارك جميعا. طيب طب انت ليه بتقول علي ان انا زيتونة غريبة او زيتونة برية؟ في افسس 2:12 يشرح بولس الفكرة بشكل اوضح، ويكلم الامم اللي كانوا قبل المسيح، يقولهم انتم قبل المسيح كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، اجنبيين عن رعوية اسرائيل، غرباء عن عهود الموعد، غرباء عن عهود الموعد، لأنه الموعد بيقول إيه؟ في نسلك تتبارك جميع الأمم. من الأصل أنا مش موجود هنا، وأنا مليش علاقة بهذه العهود، أنا مليش وجود في رعوية إسرائيل، أنا ما عنديش مسيح زي ما أنتوا عندكم مسيح، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ده الحالة الأممي. أما في المسيح دخلت إلى حالة جديدة خالص. عشان كده الوعود والعهود اللي متقدمة دي اللي موجودة في عهد الله مع إبراهيم مع الآباء، هي دي الحاجات المسخرة لكل البشر ولكل من هم من الإيمان. لكن الأممي ما كان لهش مكان في هذه العهود، كان له وعد إنه هيتفتح له رجاء، لكن إزاي هو مش عارف. فلما الشعب عصى وناس كثيرة منهم رفضت الإيمان، اتشالت هذه الأغصان البرية، الأغصان الناشفة، وجت الأغصان الغريبة اللي هو إحنا، وطعمنا في هذه الوعود وهذه العهود، وصار لينا هذه البركات. عشان كده بيقول لي ما تفتخرش على حد إن هو بسبب عدم الإيمان اتشال، أما أنت بسبب الإيمان فثبت، واللي بيشيلك هو العهد ده، هو العهود بتاعتي دي أو الوعد بتاعي ده اللي موجود في أصل الموضوع. يبقى أصل الجزع ده هو الوعود والبركة اللي الله قدمها من خلال العهد الإبراهيمي، وإحنا طعمنا فيها عشان ننال هذه البركة. بس ده مش معناه إن العهود بتتم فينا فقط، لكن هنا بيقدم لي مثال، هو بيستخدم أمثلة توضيحية عشان يشرح لي. أوكي؟ بيشرح إزاي الله ودان قدم لنا الخلاص، إزاي الله من خلال نسل إبراهيم، من خلال الوعد اللي قدمه في العهد الإبراهيمي، كان بيفتح لي باب الخلاص. لكن الحقيقة بتقول إيه؟ إن الخلاص هو من اليهود، ده اللي الرب يسوع قاله. الخلاص مش من الأمم، الخلاص من اليهود. عشان كده من البركة دي، من الوعود دي، بتتقدم لي النعمة، بتقدم لي البركة. فأنت بتزرع في هذه الوعود والبركات المزخرة ليك. كما أن الزيتونة هي مش كنيسة،
الزيتونة هنا مش الكنيسة. وهنا ما بيتكلمش عن، مش بيتكلم عن الكنيسة، وهنا بيتكلم على ازاي احنا صار لنا علاقة بالبركة اللي الله وعد بيها من خلال الشعب القديم. ففي اختلاف ما بين، هو بيحط صورة توضيحية عشان عايز يفهمني ليه انا ما اتفخرش على اليهودي، ولا ينفع اقول ان انا احسن منه، لانه الاصل جاي من عنده، جاي من بركة الله ووعد الله لابراهيم، فانا اتزرعت في هذا الاصل. لكن هنا مش بيتكلم على الكنيسة. فكل، لان في الكنيسة كل واحد بيؤمن هيصبح عضو في جسد المسيح، فبياخد بركات الروحية اللي وعد بها الرب في بركة إبراهيم، في نسلك تتبارك جميع الأمم. لكن لسه جوه العهد الإبراهيمي في عناصر بتتكلم عن حاجات مادية، بتتكلم على أرض، بتتكلم على نسل مادي. في باب للأمم من خلال في نسلك تتبارك جميع الأمم، لكن في حاجات وعود مادية، بتتكلم على أرض ليها حدود، وبتتكلم على بركة مادية، وبتتكلم على نسل. هو هنا بيركز أكتر على أنه إزاي وصلت لي أنا كأممي بركة الله من خلال نسل إبراهيم، فبيشرح من خلال هذا المثل التوضيحي. عشان كده ما نقولش أنه هنا دي الكنيسة، الكنيسة هي الجزر، وانت لا، مش ده، مش بيتكلم عن الكنيسة، هو بيشرح على الشعب القديم. عشان كده بتقول ان المقطع هنا ما بيعلمش انه الوعود القومية بتاعت اسرائيل اتلغت وبقت روحية، او انها اتحققت في الكنيسة، لكن بيقول انه تعصر اسرائيل مؤقت، لكن احنا لينا بركة في العهد الابراهيمي من خلال البركة الروحية ان هي في ناس تبارك جميع الأمم. ده وجهة نظر اللي تقدمها هنا رسالة روميا، علشان تميز ما بين اثنين، وفي نفس الوقت تعمل انتجريشن ما بين ازاي الاممي وصلت له هذه البركة. فيقول له كده: لانه ان كنت قد ان كنت انت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة، وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكان بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. إذا كنت أنت غصن بري من زيتونة برية، جيت وطعمت فيها وبقيت على خلاف الطبيعة، لأنه حقيقة في الطبيعة هم بيطعموا غصن جيد في شجرة قديمة، لكن هنا حصل حاجة مختلفة، هو بيعمل العكس، بيقول أنت الغصن البري جيت في شجرة جيدة وصارت ليك الحياة، فكم وكم الأغصان الطبيعية بتاعت نفس الشجرة دي لما تيجي فيها تاني، أو لما تبقى ثابتة فيها تاني، هيبقى شكلها إيه؟ هتبقى أحسن. فيروح كده، يروح مقدم لهم سر: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر. بولس عنده كم من الميستريز أو الأسرار اللي بيقدمها في رسائله، ده أحد الأسرار منها: لا أريد أن تجهلوا هذا السر اللي كان لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل حتى يدخل ملء الأمم، أو إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من الصهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطيئة. يبقى في سر بيقولوا أنه العصرة بتاعت إسرائيل دي عصرة مؤقتة، رغم أنها عصرة جماعية لكن مؤقتة ومش دائمة، من خلال كلامه هنا إلى أن. يبقى إلى أن بيقول أنه في فترة زمنية، في هذه الفترة يدخل ملء الأمم، فإلى أن دي بتحدد أنه في فترة حصلت فيها القساوة الجزئية دي، هدفها أنه يدخل باقي الأمم، يخشوا في هذه الوعود وهذه البركات. فبنقولش بيدخلوا اليهودية، نعم بيدخلوا في وعد الله بتوصيل البركة من خلال نسل إبراهيم اللي هو المسيح، اللي هي وصلتي من خلاله بركة الخلاص العظيم، فبقيت واحد النهاردة بستمتع بإني أنا بقيت ابن الله من خلال المسيح. ففي قساوة جزئية.
لكن في نفس الآية بيتكلم عن المستقبل، سيخرج وبعد ذلك سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور. إذا بيتكلم على حاجة مستقبلية هتحصل، هي استرداد إسرائيل من خلال تدخل إلهي. فاكرين لما كنا بنتكلم على العهد الجديد وعلى العهد الداودي، قلنا الاثنين بيبصوا للمستقبل وبيقولوا انه من خلال المسيح ابن داود يتقدم لهم التغيير الخارجي ويتقدم العهد الجديد اللي بيغير الطبيعه من جوه. فهيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. فوفقا العهد الجديد اللي هو يا رب ينزع خطيتهم ويشيل قلب الحجر ويحط قلب لحم حي، يرش عليهم ماء طاهرا فيتطهرون، ويعطيهم من روحه ويعطيهم روح جديد. اوكي، ده كل ده بيحصل تغيير داخلي. كمان لما يجي المسيح المسيح المنتظر هيغير الموضوع، ينقذ صهيون اوكي ويغير الموضوع من بره، فيحصل استرداد للشعب القديم من بره ومن جوه. ده اللي الجزء ده بيقول. وبيختم ليه هو بيقول ان القساوة جزئية وان لابد يحصل استرداد، لانه بكل بساطة لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. الله لا يمكن يتراجع في حاجة قالها او يندم على شيء قاله. فاللي قاله اللي وعد بيه مش مستحيل انه يكون بينفيه او يتراجع. طبعا الرأي اللي بيقول انه اسرائيل جات مكان الكنيسة او هي بديلة سؤال الكنيسة جات مكان اسرائيل، بيقول انه الله بلا ندامة، لكن هو بيحقق ده في خلال الكنيسة. فأنا بقول الرأيين يعني. الرأي المختلف اللي هو الرأي انه الكنيسة هي امتداد اسرائيل او الكنيسة حلت مكان اسرائيل، بتشوف انه كل وعود اسرائيل اتحققت في المسيح وفي الكنيسة. عشان كده بيشوف ان الموضوع امتداد مستمر بيضم كل المؤمنين، مفيش حاجه اسمها كنيسه والعهد قديم وادم ونوح، لا كلنا حاجه واحده، ما بيشوفش فرق. لكن بيقول انه مجرد انه جت الكنيسه مكان اسرائيل فخلاص مبقاش فيه لا وجود ولا مستقبل للشعب القديم، انما دلوقتي بقت في حاجه اسمها كنيسه، هم دول شعب الله المختار، وبالتالي أخذت كل المواعيد، أخذت كل النبوات، أخذت كل شيء. فما بيشوفش لا في النص ده ولا في نصوص العهد القديم أي وعد باسترداد إسرائيل أو العودة للتعامل مع إسرائيل مرة تانية، لأنه بيشوف أن إسرائيل هي الكنيسة. فبالتالي بيروحن كل نبوات العهد القديم أو معظم نبوات العهد القديم اللي لسه متحققش. لكن أعتقد أنه ممكن يكون من الواضح أنه بولس هنا بيقدم فكرة أنه لا، الله ما رفضش الشعب القديم بتاعه حاشا، لكن حصلت بقية حسب اختيار النعمة، وحصلت القساوة الجزئية عشان يدخل من الأمم إلى أن يدخل من الأمم، بعدها يخرج المنقذ من صهيون ويسترد أو يرجع الشعب. فسواء كنا بنقبل الفكرة دي أو الفكرة التانية، طبعا احترام كل وجهات النظر، لكن خلينا نشوف بولس كان بيقول إيه ونشوف ندرس النص تاني. لأن طبعا ده موضوع من موضوعات اللي عليها ديبيت وشائكة كتير، لكن احنا بنقدم ما يقوله الكتاب عشان يعني نشوف ايه الـ ايه الـ ايه الحاجة اللي الكتاب حابب يقولها. اي اسئلة؟ السؤال بيقول انه ايه هي الزيتونة بالضبط؟ هل هي شركتي مع الله؟ هل هي ان انا دخلت في البركة من خلال شركة مع الله؟ ايه هي الزيتونة بالضبط؟ او الاصل بتاع الشجره بالظبط. اللي هو بيقوله هنا هو بيتكلم على اللي ليهم الوعود وليهم العهود بتاعه الاباء، فبيرجع بينا الى اصل الشجره اللي هو ابراهيم واسحاق ويعقوب والعهد بتاع ابراهيم اللي كان من خلاله في وعد بخروج البركه لجميع الامم من خلال نسل ابراهيم. فهذه الوعود وهذه العهود المزخره في أصل الشجرة اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي كان بينظر لينا من بعيد قوي، جه الوقت اللي ندخل فيه أو ننال هذه البركة من خلال يسوع المسيح اللي هو نسل إبراهيم.
وده من خلاله فعليا بتحقق الوعد انه في نفسك تتبرك جميع الامم. فبولس بياخد مثال توضيحي بيقول تخيل لو عندي شجرة زيتون دسمة وجبت لها أفرع من شجرة برية وزرعتها فيها أو يعني طعمتها في الزيتون الأصلي، شلت الأغصان الناشفة اللي كانت فيها وجبت الغصن ده أو الأغصان البرية دي زرعتها أو طعمتها في الزيتون الأصلية، فبدأت تسري ليها هذه الوعود فأظهرت الغصن أظهر وحمل ثمر. فبيقول انه انت اشتركت في اصل الزيتونه الدسمه ده اللي هي الوعد بتاع ابراهيم اللي في نسك تتبارك جميع الامم. عشان كده الاصل ده هو اللي شايلني مش انا اللي شايله، وانا قبل ما ادخل في هذه الشركه مع الله ويجيبني هو بس عشان هو ده مثال توضيحي، هو ده مش بيتكلم على هو بيحاول يقرب الفكرة من خلال مثال توضيحي. فهو دخل يعني عايز اقول ازاي انت دخلت في العلاقة، ازاي وصلتك البركة دي من خلال الوعد اللي موجود في العهد الابراهيمي في ناسك تتبارك جميع الامم، فانت وصلت لك هذه البركة. وصلت لك ازاي؟ بسبب القساوة الجزئية بتاعت الشعب، لانه المفروض انه ده كان الشعب يقدمه للناس، لكن الشعب النشف كان عامل زي الأغصان الناشفة التقصى. فالمسيح حول رسالته وخرج إلى العالم أجمع. المسيح اللي هو نسل إبراهيم وجه رسالة بتاعت الخلاص إلى العالم كله، في حين أنه لم إسرائيل اللي هو إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، أما جميع الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، اللي كان لهم الحق الأصلي في هذه البركة فاتهم، ما انتبهوش اللي هو بيقوله لهم، فأصبحت في قساوة جزئية. وهنا الرسالة وصلت للناس اللي ما كانش لهم أصلا رجاء ولا كان لهم إله في العالم ولا كان بيعرفوا حاجة، لكن كان في وعد قديم الله على أساسه هيتحرك إليهم اللي هو في نفسك تتبارك جميع الأمم. فبيشرح أنت وصلت لك البركة دي إزاي، إنه الله جابك وطعمك في هذا الوعد ووصل ليك البركة الجميلة دي إنه تخلص وتنال الحياة ويكون لك بركة من خلال يسوع المسيح نسل إبراهيم. لكن الأغصان الحقيقية أو الشعب الحقيقي نفسه حصل له حالة عمى، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، وأما جميع الذين قبلوه بقى كل الناس بقى أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، مش أولاد إبراهيم، أولاد الله. فعايز يفهم أنه الشعب ده حصلت له قساوة جزئية لكن هيرجع تاني يفتقد، لأنه دول مرتبطين بوعد الله وعهد الله مع الأباء اللي هو إبراهيم وإسحاق. Thank you. Thank you. Thank you.